اتحداك. هلا والله. تحديات اليوم طبعا نبغى نشوف احد نتحداه. السلام عليكم يا شباب، نبغى واحد نتحداه. مين يتحدى يا شباب؟ لحظه 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 لحظه. لا يا اخوي، تعال تعال هنا. ها اغا اخوي الصغير. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ حياك الله. اسمك كريم. وايد العنزي. ونعم والله. كيف حالك؟ حياك الله. طيب وسهلا. تمام ان شاء الله. الحمد لله. في تحدي احنا في برنامج اتحداك وانا اتحداك. تتحدى؟ ان شاء الله باذن الله. قول اتحداك ان شاء الله. في شيء باذن الله. اتحداك. ايوه. الاستاذ ريان الماكينه لو سمحت. اتحداك تخلينا نحلق شعرك. اتحداك ما دام اتحداك. ها ليه تبي تحلق بس؟ كله كامل؟ لا كامل لا. اتحداك انت قد التحدي؟ يعني غير الشعرين شيء ثاني يعني سؤال شيء. انا اتحداك. اسمع صوت الماكينه. يمكن السكسوك تخفف. الشعر لا. الشعر اتحداك. لا السكسوك يمكن، اما الشعر اتحداك ما يقدر. خلينا نشوف غيره. اتحداك. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ حياك الله. 100 100. الحمد لله. يلا كل عام. تمام. هلا والله. رمضان مبارك. الله علينا عليك. ابو الشباب في تحدي، انا اتحداك. الله يستر. الله يستر. تتحدى؟ نشوف شرانا. قول اتحداك ان شاء الله. اتحداك. اتحداك. التحدي سهل. شوف هذه ماكينة حلاقة، نبغى نحلق شعرك. خذ راحتك. مشينا برا. يلا يلا. اتحداك وافق ابو الشباب. هلا والله. هاي نحلق شعره. تفضل. وين راح؟ اتحداك. ياري. ونعم والله. ناصر كيف الحال؟ الحمد لله. موظف ولا طالب؟ لا لا طالب. من اي مطعم؟ من مطعم كليت. 1-0. تفضل معنا شوي هنا. طبعا الان الاخ ناصر. اي نعم. نبغى نحلق شعره بس نختار موقع كويس عشان التحليقه تجي مضبوط. أيوة. حلقني بس تعطيني سعر التحليق الثاني اكمل تحليقه شعري. بلوش يعني؟ نعم. لا انت تختار هديه، اذا فزت معنا في التحدي في هدايا. ايوه. جاهز؟ اذا صارت هداياك وما تجيب قيمه حلاقه. عاد انا ما في مسؤول، انت وحظك. اعطني فلوس انا اروح. تحدى؟ تحلقني. ها؟ بتحلقني. احلق انا ما في، انا صامل. شوف شوف ما عندي مشكله انا. أيوه. ما تفرق معي. ما أيوه. تفرق معي تحليقه شعر. نشوف نجرب. تعطيني الباقي. انا ما في خسران. نجرب. انا بعد. ايوه. انا بخسر. انا اتحداك. لا انا بخسر شعري. انا ما في مسؤول. يلا يلا بسم الله. خلينا نختار موقع نحلق شعره فيه. تعال هنا هنا. اتحداك. خلاص يا ابو الشباب لقينا. الاستاذ ريان. الاستاذ ريان. استاذنا ريان مشرف البرنامج عشان تجيب كرسي الحلاقه بس. اتحداك. بسم الله وعلى بركه الله. تفضل استريح. تفضل. لا تتحدى. ممكن تمسك المايك استاذ ريان. استاذ ريان. طيب وكذا. بسم الله وعلى بركه الله. لا 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 تخاف نثبتك كذا كذا. عاد انت مسؤول. اي عشان ما يطيح على بسم الله. الاستاذ ريان. الاستاذ ريان اين ذهبت يا رجل؟ لا تجي. والله لا تجي. ما يحتاج. بسم الله نبدا. فك النظاره بس. بسم الله لقينا واحد يتحدى. ابدا. بسم الله. والله شعرك انت تورط يا ابو الشباب. والله عاد تسوي فيك شعرك. هذا نهايه اللي ما يحلق شعره صح في الحلاقين. تورط معنا تقول تحداك. لحظة. أيوة. نفك هذه بس. الله. ياهو. أصلا حر. أيوة يبرد 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 أبو الشباب. يا سلام. صراحة ما شاء الله تبارك الله. هذه الماكينة ما في معلومة. ممكن صفر كذا. ماني بحدد ثلاثة أنا. كم أعطيتنا الحين؟ الحين أعطينا كذا ثلاثة تقريبا. خلينا نقول ثلاثة صفر. أي شيء. أهم شيء تحلق يا رجال. أهم شيء تصير قد التحدي يا أبو الشباب. لا لازم كامل كامل عشان يطلع. ما في قزع ما في أي نكبة.
يا شباب ايش رايكم؟ في احد يبغى يحلق تحدي؟ التحليق ب 500 يا شباب، ب 500 حلاق جديد 500. تحس انك مكسر حلق على الهواء. يا سلام. جايب اشحن طلع وطلعت بدون شعر. ها؟ جايب شعر وراجع ساده. ها؟ يلا هذا في واحد في واحد. نبغى حق الكدش، وين حق الكدش؟ اما شعر الكدش. والله ترى شعره كان كدش. كان الله يذكره بالخير. رجال طيب كان اسمه كدش. ترى على اليسار ما جيته، كمل. جايين جايين جايين. ارفع راسك بس عشان يا ارفع راسك. اوه المعلومة ما شاء الله مفلق راسه. ها والله من الزحلق ايام الامطار على الفيري. ما شاء الله. الشعر اللي طاح تلقطه؟ اكيد ما فيها كلام يا ابو الشباب. خليك كذا لا. ها ما شاء الله. ممكن على حسب. ها خلاص على هانت هانت ما شاء الله. طالع راسك مبقع كأنك ثعلبة. لا ما شاء الله. والله تدعي لجدتي. لا تدعي. ايش حداك؟ خلاص ارفع راسك. ايوه صراحة الله يعين الحلاقين. شوف شكله، شوف شكله. ياهو نعيما 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 يا ابو الشباب. الله شوف اللوك الحين. وين الاستاذ ريان؟ شوف يدك، شوف الاستاذ ريان. ايوه اولا نبارك لك يا ابو الشباب. هذا سبيشال هديه، سبيشال نفتح الجائزه. ناظر ناظر يدك. يد مليانه شعر عادي ما في مشكله. عادي ما هي مشكله. وش يسوي الحين؟ طلع الهديه خلي يشوفون الموجودين. ايش الهديه اللي معك؟ تفضل. واحد ريال. طلع الهديه. ناظر لحالي انا. اسحب يا ابني. لا 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 معليش لازم كله عشان الكاميرا اشوف. انا ما في مصول. ايوه. لا بالله يعطيك العافيه. يا شباب كذا شكله احسن من قبل كذا صح؟ ريقي طالع كذا. كذا شكلك احسن. ها؟ فيها دم فيها دم. ها؟ تعال رجعها في الظرف عشان تاخذونها. الظرف نعم. هديتي خلاص. هديتك. لا لا هديتك تختار من هنا. بس هذا كان شيء خفيف، تحدي خفيف. انت اختار، انا ما في معلومه. اكثر شيء. ما في معلومة. يا شباب شوي ممكن ورا شوي. يا شباب وصلنا. يا شباب وصلنا. الحلاق صار كتمة. يلا جايك محلق. هذا حلاق على الهواء. اختار هدية. هدية اختار. يا سلام. بسم الله. شوف. ريال. خمسين الحين يعني. كم؟ ريال. شكلك حلو. اوه والله تسوى. 100 ريال. ها والله تسوى تحليقه. تسوى. هلا والله مبروك على التحدي. فاز معنا ب 100 ريال ويتاهل ايضا للمرحله الجايه. ايش حداك؟ ونعم شلونك يا فهد؟ بخير الحمد لله. 100 100 100 تمام. تيقه. موظف ولا طالب؟ طالب. طالب. خريج. خريج. خريج ما شاء الله. الله يفتح. قدمت لحافظ؟ لا والله يقول بعد سنة. طيب شوف أنا عندي تحدي. تتحدى؟ أتحدى. أنا أتحداك. على وش؟ قدام الموجودين. أتحداك. تتحدى؟ تحدى تحدى. ها. أتحداك. أتحدى مرة. أكيد. مرة. خلينا حلق شعرك. الشعر حلق شعرك. هذا التحدي. أتحداك. لا قد التحدي؟ التحدي قد. سك. يلا حلق شعرك. ايش رايكم انا اتحداك؟ اتحداك. ها لا غير الشعر، غير الشعر. لا حلق شعرك. اتحداك. تحلق الحين؟ الان. ما انا بكيفك. حلق ماكينه. حلق. طيب وش استفيد احلق؟ ها؟ وش استفيد؟ عاد تشوف انت تسحب تشوف هديتك. اشوف بعد هديتي؟ ايوه. خاب الهديه مو بذاك. عاد اي دونت نو. انت انا اتحدى. لا بس ما تحلق كله. انت قد التحدي؟ انا قد التحدي بس ما تحلق. لا حل بعد تشرط بعد. ها؟ انا اتحداك كله. لا. كل لا. الشعر اتحداك. احنا وحنا في العمره. ايوه. وحنا عند بيت الله سبحانه وتعالى يقول تحلق على قد انمله، فانا بلف على قد انمله. انا اتحداك، انا ما قلت لك تعال اعتبر. انا اتحداك. اتحداك. شيله كله. ايش حداك؟ كله.
مكينة. يا شباب أنا قلت أتحداك صح؟ هو تحدى؟ تحدى. تحديت. أمشي كذا قدام ماك بضبط. ما تبغى قول ما أبغى. أنت أنا أتحداك. بس عرفت حلك؟ والله بجرب عليك. ها؟ أجرب عليك. هاي شوف أخوياي والله ما أدري وين راحوا أخوياي خلوني. أنا أتحداك. ها؟ لا إذا ما تبغى عادي قول مع السلامة وخلاص أنا ما وش بتسوي؟ كيف بتحلق لي؟ أنا أتحداك. تحلقي كله؟ أحلق شعرك. كله. أتحداك. سقع. أتحداك. الأستاذ ريان يجيب الكرسي بس. بسم الله جيب الكرسي تفضل حلق. هذا الكرسي يا ابو السلام احلق سريع. ها احلق ولا لا؟ كم تعطيني؟ انا اتحداك انا اتحداك على الهواء. ترى الدعوه تشهير. انا ما في مسؤول قدام العالم تشهير. مالي دخل انا اتحداك. انت قد التحدي يقول اتحداك. قناتكم ايش؟ قناه المجد الفضائيه. قناه المجد الفضائيه. تستاهلون يا شيخ. تستاهلون يا شيخ. تستاهل الطيب. ابدا بس عطني بحلق انا. لا انا احلق شعرك. لا عيب حلق. لا هذا التحدي انا احلق لك. بسم الله امسك المايك ريان بسم الله. استريح الكرسي. طيب ايش رايك في التصوير؟ ايش حداك؟ احلق ولا ما احلق؟ ها؟ ها؟ انا اتحداك تصوير الربع. ها؟ انا ما دام تحدى اسمع اسمع ايش يقول تفضل. ايه ما دام تحدى ما دام التحدى انت تحديت ولا لا؟ الدعوة ديمقراطية. ما دام تحديت احلق. ها يا شباب صوت صوت صوت. لا لحظة لحظة. ديمقراطية يا الربع اللي يبيني احلق ارفع يده واللي ما يبين. لا ما بحلق ما حلق. ها انت تحديت ما علي منهم انا. انت خاف تعيب شعرك. لا انا احلق ما ادري جرب جرب علي. لحظة لا تسحب خليه يطلع. والله اني اتحداك. توكل. لا يلعب عليك ترى ما ندري كم فيها. ها يعني ما حلك. ها اقول الله يجزاكم خير وبيض الله وجهكم. كان ودي احلق بس انا اخاف منكم. يا شباب انا تحديت اطلع قد التحدي. لا يكسب سياره. انا بتحديك. حلق. ها لا انا اتحدى الرجال. يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا. قناه المجد قناه عمر متابعينها احنا وبيض الله وجهكم وتمثلون الدين والاسلام وبيض الله وجهكم. سلام عليكم. كان ودنا نحلق بس لو معكم حلاق متخصص كان حلقنا. يعطيكم العافيه. عاش مصرف. اتحداك ما قدر. سمعنا اتحداك.